ولمناقشة هذه المعضلة، أزمة الكهرباء والغضب الشعب المتزايد من تعاطي الحكومة في بغداد مع هذه المعضلة، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. أهلا بكم. يعني عندما ننظر إلى هذه القضية فإننا نتحدث عن أكثر من 18 عاما والعراقيون يعانون من هذه المعضلة، معضلة الكهرباء التي تحولت إلى كابوس، ولا سيما مع فصل الصيف، شهور فصل الصيف الذي يتحول إلى كتلة من اللهب يعني يتلظى فيها المواطن العراقي، بين استمرار الأزمة طيلة هذه السنوات وصرف مليارات الدولارات من أجل حلها وبين كونها أزمة مفتعلة، أيهما ترجح سيد مصطفى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. على العراقيين أن يعني ينتظروا مزيدا من هذه الأزمات، سواء أزمة الكهرباء أو أزمة الخدمات في كل المجال، وطبعا إضافة إلى الأزمة المالية والأزمة الاقتصادية التي تطحن العراقيين منذ سنوات أو طيلة سنوات الاحتلال السوداء المنصرمة، لأن كل النوايا في هذا المجال هي نوايا خبيثة لا تستهدف أو لا تهدف إلى حل مشاكل العراقيين، بل إلى مزيد من تعميقها ومزيد من ترسيخها ومزيد من اتساعها لتشمل كل قطاع العراق. والآن شاهدنا في هذه السنة وبمرور الزمن الحقيقة يعني تتفاقم هذه الأزمات وتنتقل من إطار أضيق إلى المدى الأوسع وتشمل قطاعات جغرافية كما قلنا أوسع، لأن المقصود هو استمرار تدمير العراق واستمرار قتل العراقيين واستنزاف ثرواتهم وهدر أموالهم ومنعهم من الحصول على أو يعني نيل مستقبل أفضل في كل المجالات. هذه هي الأهداف الأساسية وراء افتعال أزمة الكهرباء وكل الأزمات الأخرى في العراق. الحكومات المتعاقبة رأت أن الحل يكمن في استيراد الطاقة والغاز المشغل لمحطات التوليد من إيران، واستمرت على ذلك لسنوات طويلة، بينما هناك حلول أخرى كثيرة يمكن أن تكون لحل هذه المعضلة. لماذا تصر الحكومات على هذه الوسائل في حل معضلة لم تحل أصلا حتى الآن؟ يعني بينما العالم ينتقل إلى الطاقة النظيفة واستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح واستخدام المولدات من الطاقة الكهربائية، يتجه العراق في ظل الاحتلال وعملاء الاحتلال إلى إغراق البلاد بمزيد من الأعباء نتيجة هذه السياسات الرعناء والسياسات الحقيقة الإجرامية بحق العراقيين، فيتم استيراد الطاقة الكهربائية واستيراد الغاز من الخارج ومن إيران تحديدا، بينما يعلم الجميع أن العراق يعني استطاع أن يعيد تأهيل منشآته في الطاقة الكهربائية وفي غيرها بعد العدوان الثلاثيني عام 1991. خلال أشهر معدودة تم يعني إصلاح وإعمار كل ما دمره العدوان في حينها. في هذه الحرب الأخيرة العدوانية عام 2003 لم يتم تدمير المنشآت الخدمية كما تم تدميرها في العام 1991، ومع ذلك لغياب الإرادة الوطنية في الإعمار، بل لتوفر الإرادة والإصرار والتصميم على تدمير العراق، لذلك نرى هذه الأزمات المتفاقمة. هناك شبكة مصالح لمستفيدين ومتلفذين على ما يبدو أنهم يستفيدون من بقاء هذه المشكلة للأمد الطويل، ونضيف على ذلك ما يجري من تفجير الأبراج الموصلة للكهرباء، وهي طبعا استهدافات يعني على ما يبدو بأنها منظمة وليست عشوائية، وخاصة مع دخول فصل الصيف من كل عام. هذا كله في إطار تدمير العراق وتدمير مصالحه وإيذاء شعب العراق. طبعا المصالح والعلاقات الشخصية والمصالح المادية والمنافع الذاتية أو الحزبية أو الفئوية موجودة لا شك، ولكن الأساس هو كله يندرج في خانة
تدمير العراق وتحطيم موارده وثرواته واستنزاف طاقاته ومنع العراقيين من أي نافذة أمل في المستقبل. وبالتالي هذا الأمر سيستمر كما قلت، وهو جزء من مخطط الغزو والاحتلال بالدرجة الأساس. نعم. طيب ماذا عن العراقيين؟ نحن نراهم في الشوارع هذه الأيام، وهناك مقاطع كثيرة جدا للعراقيين وهم يعني ينتقدون أداء الحكومة في هذا الملف تحديدا. هل بالإمكان أن يفعلوا شيئا تجاه هذه القضية؟ هذه المظاهرات وهذه الاحتجاجات الشعبية لا شك أنها ستستمر وستتصاعد كلما يعني وجدت مناخا مناسبا ووقودا لإدامتها واشتعالها من جديد. وهذه هذا الوقود الحقيقة متوفر دائما، لأن كما قلنا يعني العراق يعاني من أزمات هائلة وليس في موضوع الكهرباء فحسب. الاحتجاجات المطلبية لا بأس بها، ولكن يجب أن تأتي في إطار وطني شامل، وتتبعها خطوات عملية في إطار العصيان المدني، في إطار الاعتصامات الطلابية، في إطار منع النظام من الحد من هذه المظاهرات. نعم. وتحويلها إلى مظاهر احتجاجية بسيطة. نعم، شكرا جزيلا لك سيد مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر.